خلقنا عشان نعيش ونحب بعض ونبقى روحين، أب وأم نكمل مشوار تربينا في احنا الاتنين، يا نضحي ونكافح نكبر ونكون متحملين، يا إما نرجع لبيوتنا وبرضه مجبرين. من هنا جت المشاكل، إن الحالة دي مش موجودة، بنلاقي طرف واحد بيضحي ودماغه مشدودة، والتاني في كوكب تاني قراره بطيء أفكاره معدودة، بيعطل مش بيبطل يحبط أي حلول معروضة. دي حكاية طفلة خرجت في الشارع ولعبت، بتعيط وبتضحك، نامت حلمت قامت فكبرت، لقت حلمها اتحقق لها فرحت وحبت، كلم اهلها وتقدم لها من غير ما تفكر وفضحت معاه، ولما اهلها وقفوا ضده دعمته، رفضت كتير علشان حبته وكمان وعدته، طلبت منه يكون معاها وفكرته، ما تخلهمش يقولوا في يوم ادي اللي اختارته. بدأوا يبنوا الحلم وفي قلبها فرحة حياتها، شهر سنة في اتنين والحلم بيكبر جوه دماغها، لحد ما جم قالوا لها يا بنتي كفاية عمرك بيعدي، موضوعك مش هيكمل وده قدرك فبلاش تحدي. فقالت انا مقدرش احب تاني، مش متخيلة اعيش حياتي مع حد غيره، انا اتعودت فمكملة. وادي المفاجأة جات لها، بدأ يتلكك لها، طلباته لو حتى مجابة كلها الوقت انتهى، مش قادر يكمل، البيه مبقاش متحمل، طب ليه عشمتها وبعدين تتحول؟ لما انت ربيتها على ايديك وفهمت طبعها، بتلعب على نقطة ضعفها، طب يا اخي قول لها من الاول، ما افتكرش حبها ونظرة عينيها في اي خروجة، بتعمل ايه وتغير عليه، تعدل له هدومه لو معوجة، ضحت بكل حاجة عشانه وقفت مكانه، اي مشكلة بتطلع كانت هي تاخدها بداله. طب قول لي عملت ايه، طب اقول لاهلي ايه، قال لها معرفش وارحموني، ما تخلهمش يكلموني، هتلاقي افضل مني ما تقلقيش، احتاجتي اي حاجة قوليلي ما تخافيش. قالت له مالكش دعوة بيا، وشافها قوية، من دي اللي بتتكلم معايا، لأ اكيد مش هي، ما عارف انها ضعيفة كانت ضحية، لكن رفعت ايديها لربنا وبعتت قضية، هنتقابل يوم القيامة نشوف مين فينا خان، العيش والملح والعشرة مين ضحى ومين جبان، مين فينا خالف الوعد وكل رد كان، مفيش بعد احنا البعض ووقت الجد بان. عدى يوم اتنين تلاتة قاعدة وتليفونها مرنش، مش قادرة تتحمل وهو عايش حياته ومطنش، زعلت اكتر فتعبت ولما عرف مهتمش، ما هو كان تفكيره ايه عادي مجرد موضوع ومتمش، لكن هي عاشت خيالها بيته بتبني فيه حب وخير، وبتفكر هنسمي ولادنا ايه، لو طلعوا بنات هقول لهم ابوكوا بغير عليه، ما لقيتش رد على كلامها فعرفت قد ايه كانت مغيبة، القلب جعف العقل ضاع، بيعدي اي حاجة ما هو في برنامج للخداع، مهمته ان القلب والعقل ما يتقابلوش في اجتماع، وتلاقي ان النتيجة هي الوداع، عمال ينده لها بتشوفه جاي في حلمها، قدام المراية عدت لمحت شكلها، وقفت تعاند في دموعها، كفاية بقى كفاية بقى، فأغمى عليها وقتها، ودوها على المستشفى، دخلت أوضة لوحدها، نايمة تاني يوم قامت فلاقت جنبها واحدة تانية بتموت وولادها في حضنها، خايفة عليهم وبتدعي مين هيربيهم بعدها، فقامت البنت تكلمها لقيتها قدها، اتجوزت وخلفت ضحت بحياتها واهلها، ولما تعبت جوزها بيعها دهبها اللي كان عندها، موقفش جنبها اتطلق واتجوز بعدها، ما بقتش عارفة تعيط ليها ولا تفرح انها ما كملتش، والموقف ربطته بحب عمرها، ارتاحت لما خافت فقالت لها تحب حياتك، ربنا شايف القلوب اكتر، انت اللي تربي ولادك، اتغيرت من واحدة مجروحة لطيبة خواطر، بتغير الخريطة في الماضي وبتشطب المخاطر، اوقات بنبقى تايهين والعند قاتل، الحكمة مش مفهومة لينا طول ما العقل عاطل، ربنا خلقك عشان ترتاح فمش هيتعبك، انت اللي بتختار طرق تعباك وتضيعك، ولما بتفضل ماشي فيها برضو يرجعك، ازاي قادر تكون زعلان وهو مطمنة؟